هناك ألغام قامت بزراعتها هذه الميليشيات على بوابة المباني، هل فعلا هناك ألغام ولغمت المباني؟ وهل فعلا قامت بتفجير بعض المباني أو المباني خصوصا المرتفعة في مدينة حلب؟ زراعة الألغام والعبوات والمفجرات، المدينة أصبحت حتى في المناء يعني أصبحت ملغمة بشكل كامل، حتى المراحيض البيوت طبعا، حتى المساجد، حتى يعني أماكن الأشجار، كل مكان في داخل مدينة حلب ملغم. اليوم تحركت فرق الهندسة الهندسية لنزف الألغام، الجيش تعامل معها بحرفية كاملة، ويتقدم نحو بعض الجيوب الموجودة، وإن شاء الله بالساعات القادمة سنعلن بشكل كامل عن تحرير مدينة حرب كامل. طيب سيادة العقيد، هذه العملية يعني هل هي كباقي العمليات؟ هناك تخوف يعني بعض المراقبين، أنقل ما يقولون بأن هذه العملية كسابقاتها هي كر وفر ولن تنتج عن عملية عسكرية يتم فيها تحرير هذه المدينة ويتم تأمينها، هل تذهب مع هذا الكلام أم توقعاتك يعني أنها عملية عسكرية انطلقت بالفعل وستحرر الأجزاء الكبيرة طبعا من هذه المناطق يعني من وصولا إلى محافظة حجة يعني؟ أنا أعتبر أنه الآن مديرية حرب محررة بالكامل، يعني شيء منتهي منه، لأنه معظم قوات الحوثي أصبحت ما بين أسرى وقتلى، حتى بعض الجيوب اللي تقاوم بدأ يعني لا يمكنها الصمود أكثر من ليلة واحدة أو يوم واحد بالكثير، إذا كان عندهم على افتراض أن عندهم إمكانات مخزنة. لكن يعني أمامهم خيارين، لا ثالث لهم، إما الاستسلام أو القتل. طبعا تحرير مديرية حرب بيفتح يعني النطاق واسع الى مديريات اخرى. تحرير ما تبقى من مديرية عبس، حيران، ها؟ تحرير عبس، اتجاه نحو مستبع، نعم. تحرير مستبع نحو مديرية بكير المير. مديرية حرب تتحكم بعدة شرائين طرق نحو محافظة عمران، نحو محافظة صعدة، نحو محافظة الحديدة، يعني بعض اللي تبقى من مديريات محافظة حجة. المديريات الأربعة التي تم تحريرها في المنطقة الخامسة هي مديرية ميدي، ومديرية حيران، ومديرية بني حسن، وأجزاء من مديرية عرش، وهذه تعتبر أكبر مديريات موجودة في محافظة حجة والمحافظة الغربية والمنطقة الغربية ومحافظة الحديدة.